اغلى كتاب هو كيكون ديال الفرنسيه، ديال الفرنسيه تيكون 280 درهم على ليكتور. فحنا كنطلبوا بان يكون انخفاض في الاثمنه، فرا الدري ولا غاديه في تيشكار راه ظهرو كيتقسم. حتى لو تخاك الدري تيجي كنبقى نقراصو شارجي، واش انا الدفتر ديال 50 كنت ناخذو مثلا درهم ونص ولا جوج دراهم، دابا كتلقى ب 5 درهم. السلام عليكم ورحمه الله، معكم اسماء. انا ديما كل عام كنجي الالفيه الثالثه كناخذ الكتوبه لوليداتي اللي هما في المستوى دابا الثاني، وعندي بنت في المستوى الخامس اللي هما في الابتدائي. وبارابور من ورا كورونا وهاد الاعوام هاد الاخيره هادي كاع نقول لكم 3 سنوات، فكنعرف ارتفاع بزاف في الاسعار ديال هاد الكتب هادي، فهي بصراحه تقل الكتف ديال المواطن، ما تيقدرش عليهم. كيجي العيد الكبير، كيجي الصيف، كيجي كل كتوبه، فالمواطن ما تيقدرش، الميزانيه قليله. كنديروه كيدير هذا الشعب هذا اللي غادي انه يقاوم يدير بزاف ديال المراحل، كتلقى بانك راسك كتقدر تقصر انك ما تخرجوش عطله باش تشري ليه الكتوبه، ولا لا خرجتيه غادي تسلف الدير داين عليك بانك تشري الكتوبه. يعني كلتا الحالتين فانت مضرر. فحنا كنطلبوا بان يكون انخفاض في الاثمنه باش نقدروا نقريو هاد الوليدات، راه هما الجيل، راه هما المستقبل ديال هاد البلاد. خاصنا نقراو يكون مستوى، نساعدو مع بالاقليه في هاد الدفعه هادي اللي كيدخلوا بها، يكون شويه الثمن ناقص يساعدونا حتى حنايا نقريوهم، ويكون حتى الاساتذه في المستوى وما يطلبوش دفاتر بزاف. راه الدري ولا غاديه في تيشكار راه ظهرو كيتقسم، راه ولينا كنشريو ليه ديال الروايد، ما كتقادش مسكينه كتشرشم، ما كتطلع مع شي طوطواغ ولا شي حاجه كتحيد، درتي ليه في ظهرو، ظهرو تيضرو، كتهزها الام ولا الاب، راه بزاف على الدراري. كنا شحال هادي تنقراو عندك عربيه، فرنسيه، رياضيات، مجتمعات، 5 كاع لفتي ديال المطابع وبثمن مناسب. حنا قرينا الحمد لله، هما كيتكونوا، ولكن بزاف ديال الدفاصير. حتى لو تخاك الدري تيجي كنبقى نقراصو شارجي، ما عندو شنو نزيد، هادي غنقرا العربيه، غنقرا الفرنسيه، غنزيد. وكيعطيو لي دوفواغ عامر النهار مشارجي، واش هو مشارجي في القرايه ديال النهار وخاصو يكمل لك لي دوفواغ، والصباح تاني يبدا نفس السيناريو تا كيسالي العام. وهذا الشيء هذا كنطلبوا من الناس انه يخففوا عليهم شويه المقررات، ما يكونوش عامرين، ويكون عندهم شويه ديال القابليه انهم يتفهموا الماديات اللي كنهضروا عليها، هي اللي كتبقى المحور ديالنا هو الماديات شويه غاليه. اغلى كتاب هو كيكون ديال الفرنسيه، ديال الفرنسيه تيكون 280 درهم على ليكتور ابار لاكتيفيتي. لاكتيفيتي كيبدا 75 100 درهم على حساب كل عام، وكيتزاد، راه ماشي كينقص، كيتزاد، انك تطلع في المستوى هو كيتزاد الثمن. فهادشي علاش حنا كنكونوا بصراحه مضرين. و اللغه الانجليزيه حيت يقول لك ملي كتسولي تيقول لك ولا راه هو مستورد، انت الاستيراد اي خلصتي عليه، ولكن راك جايب واحد الشحنه اللي كبيره، راه ما جايبش غير بواحد تحسب عليا انا ثمن بيي تحسبوا لي في كتاب، لا غادي تشوف انت راه غير الشعب، وحنا راه كنتقداو، راه ما كاينش اللي كيجلس بلاش. لا غير الفرنسيه تيقولوا لك والانجليزيه، بالنسبه للعربيه والرياضيات والاجتماعات هما تيكونوا ديال المغرب، الاثمنه كتكون بصراحه مناسبه، ولكن كنبغيوها حتى في الرياضيات والانجليزيه. دابا ملي كتاخذ داك مات ولا كتاخذ ليهم لونغلي ولا الفرنسيه، فهم الاثمنه اللي غاليه بزاف، تيقول لك مستورده، ما كنطبعوهمش هنا في المغرب. هذيك التكلفه ديالتهم ملي كتجي شويه طالعه باغابوغ حتى الدفاتر صراحه راه زادوا فيهم. واش انا الدفتر ديال 50 كنت ناخذو مثلا درهم ونص ولا جوج دراهم، دابا كتلقى ب 5 دراهم، ليه شنو دايرين لك 10 دراهم الصفحه ولا شنو، راه امبوسيبل امبوسيبل.